بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أهنئكم أيها الأحباء بالعام الميلادي الجديد وعيد الميلاد المجيد. أهنئكم من أرض مصر، من أرض القديس ماري مرقس الرسول كاروز مصر. وأهنئكم بهذا العيد وأرسل التهنئة باسم كل الأقباط في مصر إلى كل الإيبرشيات والكنائس القبطية الموجودة في ربوع العالم. أهنئ الأباء المطارنة والأباء الأساقفة والأباء الكهنة القمامسة والقصوص، وأهنئ مجالس الكنائس والشمامسة، وأهنئ كل الشعب القبطي الذي يحتفل بعيد الميلاد بحسب التقويم الشرقي يوم 7 يناير. عيد الميلاد المجيد التأملات فيه كثيرة جدا، وربما يكون السؤال المهم الذي يشغلنا جميعا: أين هو المسيح؟ العالم فيه الكثير من الاضطرابات وكثير من الحروب وكثير من النزاعات منذ تجسد السيد المسيح، والسؤال أين نجد يسوع؟ الرعاة عندما ظهر لهم الملاك وبشرهم: أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، كانوا رعاة يعملون عملا بسيطا جدا، ولكنه في نفس الوقت يهتمون بالرعية، وكانوا في البادية في الصحراء، وكانوا في الليل يحرسون القطعان التي يرعونها. ثم نجد أن هؤلاء الرعاة عندما أشار إليهم الملاك بهذا الفرح العظيم ينتقلون إلى المزود ويرون السيد المسيح طفلا مقمطا بأقمصة صغيرة، وكان هذا فرحهم، ولما شافوا المسيح انصرفوا. نفس السؤال، ولكن كان مع حكماء من المشرق المجوس الذين أيضا كان بحسب كتبهم وعلمهم وبحثهم في النجوم عندما يظهر نجم لهم مواصفات خاصة ويتحرك من الشرق إلى الغرب، تكون النتيجة أنهم يصلون إلى ملك اليهود الذي يولد حديثا، ويتعبوا في السفر. وطبعا كلنا عارفين أن إمكانيات السفر قديما كانت محدودة للغاية، يستغرقون في الطريق أسابيع وشهور ويوصلوا لغاية الملك المولود في بيت لحم ويجدوه ويقدموا هداياهم الذهب واللبان والمر. نفس السؤال: أين نجد المسيح المولود؟ نفس السؤال شغل هيرودس الملك ملك اليهودية، ولكن كان قلبه شريرا فأراد أن يبحث عن الصبي، وتظاهر أنه يريد أن يكرمه باعتباره ملك، ولكنه في الحقيقة كان يضمر شرا. ونسمع بعد كده أن هيرودس هو الذي أمر بقتل أطفال بيت لحم، قلبه كان شريرا. السؤال اللي بيشغلنا وإحنا بنحتفل بالميلاد: أين نجد المسيح؟ ربما نبحث عن المسيح في الأماكن الكبيرة والأماكن الغالية والأماكن التي تعيش في رفاهية التكنولوجيا بكل صورها، أو في المواضع التي نظن أن المسيح يسكن فيها كالأماكن كالقصور كالأماكن صاحبة المعيشة العظمى. ولكن الحقيقة أن المسيح نجده في أماكن ربما لا نتوقع. ربما نجده في مكان مثل بيت لحم، وهي قرية صغيرة مغمورة لا أحد يعرفها، ونجده ليس في مساكن البشر ولكن في مزاود الحيوانات. نجده في مكان لا نتوقع أن يوجد فيه. هذا المكان يتميز بالبساطة وبالنقاوة، وعلشان كده عندما تريد أن تبحث عن المسيح ابحث في الأماكن البسيطة والأماكن النقية والأماكن التي تتميز بطهارة وبنقاوة في الحياة وبالبراءة. نجد المسيح في القلوب الضعيفة ونبحث عنه. ولذلك أيها الحبيب، إذا أردت أن تحتفل بعيد الميلاد، الاحتفال ليس مجرد الثياب الجديدة والطعام الجيد وشجرة الميلاد والزينات الكثيرة،
هذا احتفال مفرح ولكنه على المستوى الاجتماعي. أما على المستوى الروحي فيجب أن تبحث عن المسيح وتجد في أثره وتبحث عنه وتراه وتفرح به. ابحث عنه في كل إنسان متواضع القلب، ابحث عنه في كل إنسان يبحث عن السلام، ابحث عنه في كل إنسان يريد أن يخدم الآخرين. ابحث عن المسيح. وأتذكر في يوم من الأيام جت مجموعة من شباب إحدى الدول، كانوا من أستراليا، وطلبوا أنهم يخدموا، فأرسلتهم إلى قرية صغيرة في محافظة البحيرة قريبا من الأسكندرية. ولما رجعوا الشباب من خدمة هذه القرية، التعبير الوحيد اللي قالوه قدامي: احنا هناك لقينا المسيح. عشان كده احتفال الكريسماس ليس هو احتفال الأخذ، هو احتفال الأعطاء. أنك تقدم جهدك، وقتك وفكرك ومالك وخدمتك، ومن خلال هذه التقدمات الكثيرة سوف ترى المسيح. فلا تعيش لذاتك ولا تعيش لمفردك أو في أنانيتك، لكن عيش من أجل الآخرين، وابحث عن كل النفوس التي فيها ضعف، النفوس التي تعاني من ضيقات أو أمراض أو متاعب أو ثقيل الأحمال كما يعبر الكتاب المقدس. اجعل الكريسماس مش مجرد ميلاد المسيح اللي بنحتفل به في نهاية شهر كياك، لكن اجعل الكريسماس طول السنة، طول السنة وأنت تبحث عن المسيح في كل مكان. وهيكون النتيجة أنك أنت ستجد فرحا كبيرا يملأ قلبك. أتذكر قصة جميلة عن إنسان كان يبيع أشجار عيد الميلاد، ولكن عندما عرض الأشجار الأخيرة اللي كانت وياه في ليلة الكريسماس لم يتقدم أحد لشرائها، وحس أنه هيروح البيت وهو ما عندوش دخل وما عندوش فلوس يقدر يجيب بيها أكل أو يقدم بيها هدية لبنته. فبنته اقترحت عليه، قالت له: بما أن الكريسماس خلاص هيخلص، ما تاخد الأشجار دي ونقدمها هدايا. فابتدى يختار بعض البيوت الموجودة في الحي اللي هو ساكن فيه، وابتدى يروح للبيت الأول ويقدم الشجرة هدية. فيقوم أصحاب البيت رجل وامرأته، وامرأته مريضة بمرض شديد، فيفرحوا جدا لأن ما عندهمش شجرة. ويروح البيت التاني يقدم فيه الشجرة، وبعدين الأم في هذا البيت فقدت ابنتها، فكانت في حالة حزن ولا تحتفل بالكريسماس. فلما قدم لها الشجرة هدية ابتدت تعود إليها فرحة الميلاد. وراح البيت التالت عشان يقدم حاجة، يقدم الشجرة دي، لقى زوج وزوجة في خلاف، والزوجة على وشك الطلاق. فلما قدم الشجرة فرحوا بالشجرة وفرحوا بالميلاد. وكانت النتيجة الجميلة ان البيت الاول اللي هو زوجين والزوجة مريضة ارادوا ان يعبروا عن فرحتهم، فقدموا طعاما لهذا الرجل. وبعد شوية البيت الثاني اللي كان فيه الام اللي فقدت ابنتها حبت تعبر عن فرحتها وترد الهدية، فكانت تشغل بلوفر لابنتها التي توفت، فأخذت البلوفر وراحت قدمته هدية، فالأب ده خده وقدمه لبنته. البيت الثالث اللي كان على وشك الطلاق لما جت لهم شجرة الميلاد ابتدوا يراجعوا نفسهم الزوج والزوجة، ومزقوا ورقة الطلاق وعاد البيت في سلام. ومن خلال عودتهم للبيت في سلام ابتدوا يقدموا بعض العطايا المادية لهذا الرجل. فبقى هذا الرجل وبنته فرحانين بالطعام وبالهدية وبالعطايا المادية، وهذه هي فرحة الميلاد. أنا سعيد أن أنا أرسل إليكم هذه الرسالة في لكل كنائسنا وإبرشيتنا، وسعيد أن احنا نرتقي عبر هذه الرسالة
في احتفالنا بعيد الميلاد، وأرجو لكم فرحا وسعادة تملأ قلوبكم في هذا الميلاد مع بداية العام الجديد. أكرر تهنئتي إلى جميعكم، إلى كل الكنائس والإبرشيات والأديرة وكل المدارس والإكليريكيات، وهذه التهنئة أرسلها لكم من أرض مصر التي تباركت بزيارة العائلة المقدسة في القرن الأول الميلادي، وتباركت بالنبوات التي نقرأها في سفر أشعياء، وتباركت أيضا بكرازة القديس ماري مرقس الرسول. ربنا يحافظ عليكم، كن معاكم. Happy New Year and Merry Christmas.